السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا ومستمعينا متابعين برنامج الدانة وين ما كنتوا. اليوم مع أجواء الشتاء الجميلة، مع هذه السعادة اللي تحيط بنا بمناسبة جميلة، نحتفي في حلقة خاصة باليوم الوطني. نبدأ من شعار هذا اليوم في هذه السنة، ومن هذا الشعار ننطلق في هذه الحلقة، وهو هداتنا يفرح بها كل مغبون. الفزعة، الفزعة هي خلق أصيل من أخلاق أهل قطر. وقبل ما ندخل في حوارنا وفي نقاشنا بمناسبة اليوم الوطني والاحتفاء باليوم الوطني، خلوني أعرفكم على العناوين. معاني الشعار وأهميته. أهمية التربية الوطنية في غرس حب الوطن وقيم القطريين. نجوم مميزة في سماء الوطن وأهمية القدوة والمثل في بر الوطن. سعيدة جداً أني أنا ألتقي بكم في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة اليوم الوطني. وقبل ما نبدأ نقاشنا بهذه المناسبة الجميلة، إن شاء الله راح أقدمكم للجمهور. معانا وجيدة القحطاني، أهلاً وسهلاً فيك. يا هلا ومرحبا دكتورة. أهلاً وسهلاً. ومعانا الأخت نجلاء الكواري، أهلاً وسهلاً فيك. يا هلا والله. ومعانا الأخت أمينة المنصورية، يا مرحبا فيك أمينة. يا مرحبا، أهلاً وسهلاً. حلو أن تجمعنا هذه المناسبات السعيدة، وأنا أعرف أن كل واحدة في قلبها طبعاً كلام كثير، لأن الوطن والكلام عن الوطن وحب الوطن يعني دائماً صدورنا ممتلئة به. لكن إحنا أيضاً نبي نتكلم عن بعض التفاصيل بهذه المناسبة. يمكن أول شيء حلو أن إحنا نبدأ فيه اللي هو الشعار، هداتنا يفرح بها كل مغبون. لما سمعتي هاي الشعار نجلاء، شنو كان إحساسك؟ طبعاً يعني إذا بيدل فهو طبعاً يدل على أو يمثل قيادتنا الحكيمة، يمثل توجه الشعب القطري وفزعته وتلاحمه مع طبعاً أخوانه سواء في الدول العربية أو الدول الإسلامية. ويعني في وقتنا هذا بالذات فعلاً يعني إحنا محتاجين إن إحنا نحاول إن إحنا يعني نوجه طلباتنا علشان نغرس فيهم هذه القيم النبيلة، القيم اللي يمكن مع العصر أو الثورة التكنولوجية يمكن يعني إحنا غفلنا عنها كمجتمع كأولياء أمور. لكن يعني عودتها بها القوة، الطلبة ما عندهم فزعة الحين في المدارس، ما تحسين أن الشيء ذي موجود مغروس فيه؟ لا، شوفي إيه، هي كخلق أصيل موجودة بالفعل، لكن كمصطلح كتداولة يعني يمكن نكون غفلنا عنه في هالفترات، أو يمكن تحويله إلى إجراء، يعني يمكن أنه يتحول إلى إجراء نشوفه بالفعل. ممكن يعني يمكن محتاجين أن إحنا فعلا ننهض بهذه المعاني في نفوس أبنائنا. طبعا أختنا أمينة، وأنت لأول مرة يعني معانا في برنامج الدان، ونتمنى طبعا أن تكون هذا اللقاء دائم. نحب نعرف شعورك وانطباعك عن هذا الشعار، هداتنا يفرح بها كل مغبون. أنا لما أسمع الشعار كمحامية يجي في بالي على طول الدور اللي تسويه الدولة واللي تقوم فيه الدولة الداخلي والخارجي على مستوى الفزعة، فزعة هالقطر. إحنا ما ننسى ولا يعني يروح من بالنا كل ما تقوم به الدولة من جهود على مستوى الداخل أو الخارج من باب الفزعة لهالقطر في إحقاق الحق والحفاظ على الحريات والكرامة الإنسانية. إحنا كمحامين أيضاً لما نسمع هداتنا يفرح بها كل مغبون يجي في بالنا على طول شغلنا وقضايانا والمظلومين اللي يجون مكاتبنا، يعني يطرقون أبواب المكاتب على أساس أن يلتمسون منا الدفاع عنهم. تستحضرني كافة يعني أدوات الترافع وكافة أدوات دراسة الدعوة في وقتها. أتذكر يعني يجي في بالي على طول المظلومين اللي يسعون وما زالوا
يسعون للدفاع عن حقوقهم، ودورنا احنا نساعدهم يعني كمساعدة ليهم ونعاونهم في الدفاع عن حرياتهم وحقوقهم. هذا اللي يجي في بالي صراحة. كثير جميل يعني عقب على كلامك، كثير جميل ان انت يعني تمشين على هذا النهج، ان الشعار عندك مش مجرد شعار يعني نتغنى به في هذه المناسبات السعيدة، لكن الجميل ان يمكن أمينة عكست فكرة ان كيف تحول هذه الشعارات الى اجراءات، وقلتيها الحين بالتفصيل. اكيد اكيد اكيد, أكيد. يمكن هاي نقطة وايد ما لازم نغفل عنها، ان احنا ما نبي نكون اصحاب شعارات بس، لكن احنا هذا الشعار مجرد هو خطوه للاجراء. صحيح. وجيده، شنو شعورك لما يعني تقرأين في الصحف وتشوفين مواقف دوله قطر مع يعني مع الدول المهضوم حقها او مهضوم حق شعوبها او مثلا معتدى عليها، ايش تشعرين؟ صراحه طبعا اول ما اشوف هالشيء احس بالفخر بدولة قطر، وافتخر جدا ان انا قطرية امثل هذا البلد، لان اصلا الفزعة هذا شيء متأصل في اهل قطر منذ القدم، يعني ما هو شيء جديد علينا، لا بالعكس احنا الحين بهالشيء احنا مجرد ان احنا نعيد ذكرى وامجاد الاجداد شلون كانوا عايشين وشلون كانت تصرفاتهم وشلون كانت تضحياتهم. وأهل قطر من النوع الناس المبادرين جداً، مبادرين لخدمة الآخرين، مبادرين لمشاركة الآخرين سواء على المحيط الإنساني أو الخيري. فنلاحظ أن دولة قطر وقفت مواقف مشرفة مع كثير من الدول العربية والدول الخليجية والدول الإسلامية، مب لمجرد شيء، ولكن لأن هاي شيء متأصل أصلاً في قطر. ونلاحظ أن في مبادرات كثيرة من الشباب القطري اللي يحب انه دائما يتطوع لانه يكون مساهم فعال في هذا الشيء. سبحان الله، كل واحده فيكم يعني لا اراديا يعني علما، يعني احنا يمكن الى الان ما دخلنا في التفاصيل، بس كل واحده فيكم يعني تحدثت من جانب تخصصها ومن جانب خبرتها. يمكن انت تطرقتي للتربيه، الاستاذه امينه تطرقت للمحاماه، الان ايضا وجيده تطرقت للتطوع، وكيف كل واحده فيكم وظفت هذا الشعار في 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 مهنتها او في ادائها. وهي شيء يعني يسعدني انا الصراحه، لاني انا اشعر فعلا مثل ما قلت لكم من شوي، احنا مش قاعدين نقول مجرد شعارات، وهذا يمكن اللي احنا يعني نكسب لابنائنا، ان انتم مو بس مجرد شعارات. في نقطه مهمه هنا يعني يمكن انا بكلمكم عنها، ان المواقف اللي تكلمت فيها وجيده، مواقف دولة قطر تجاه العالم، هي أيضا ليست مواقف خاصة مثلا بالدول العربية أو الدول الإسلامية، وإن كانت هي أولى، ولكن أيضا هي مواقف إنسانية. يعني حتى مع اليابان مثلا في نكبتها، حتى مع دول ليست يعني عربية وإسلامية، ولكن هذه الدول هذه مواقف إنسانية، فهي لذلك أصبحت دولة قطر يعني الحمد لله رمز لنصرة الإنسانية فقط، نصرة المظلوم في الإنسانية جمعاء، وليس فقط في العلاقات القريبة أو في بين الدول القريبة. نجلاء، أكثر موقف سمعتي فيه من مواقف الفزعة اللي قامت بها قطر أثر فيك؟ طبعا يمكن الموقف اللي احنا حاليا يعني نعيشه هو دعم بلادنا طبعا والقطريين كلهم للملف السوري، للمتضررين في سوريا في جميع انحاء العالم. هذه طبعا يمكن اكبر المواقف اللي احنا دائما يعني فعلا يحز في خاطرنا طبعا اللي قاعد يصير للشعب السوري، وفي نفس الوقت يثلج صدورنا فزعة هالقطار وهددتهم كلهم طبعا صغار كبار يعني أولي الأمر عندنا أو قيادتنا. هذه يعني من أكبر المواقف اللي هي يعني يمكن الحين تحضرنا. ممكن بعد يعني هذه الموقف يعني مع الشعب السوري موقف هو واجب علينا طبعا كلنا، وهذا يعني دليل على
على التلاحم، الحمد لله التلاحم العربي والإسلامي اللي يجمعنا، لكن إحنا عندنا المواقف ما شاء الله من قطر كثيرة يعني كثيرة كثيرة يعني، غير أيضا الموقف السوري بعد أنت الموقف السوري، الموقف في اتجاه ملف الفلسطيني بالضبط يعني، حتى في غزة أيوة طبعا، حتى يعني حتى يعني في حرب غزة الأخيرة يعني كان لقطر الحقيقة موقف رائع كبير. هي الفكرة إحنا كيف ننقل هذه المواقف أو هذه الشعور لأبنائنا، كيف يستشعرون أن هذه شيء مش يعني مش عادي اللي قاعدة تقوم به قيادتنا، هذه شيء يعني ينم عن خلق أصيل ومتأصل. كيف أنقل لهم أمينة، كيف أنقل لهم هذه الفكرة وتتأصل في نفوسهم أيضا؟ أنا قبل أتكلم عن هالموضوع أنا لي بس نقطة زيادة على الكلام اللي قالت الأخت، أختي تكلمت عن فزعة قطر برا، أنا أتكلم عن فزعة قطر داخل. من الناحية القانونية أنا كمحامية، قطر ما قصرت في القوانين، فزعتها للكرامة الإنسانية، فزعتها للإنسان بشكل عام. جميل جميل. عندنا كثير من القوانين يعني تخص المواطن بشكل خاص وتخص الإنسانية والناس بشكل عام، نص عليها الدستور حينما قال المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة، هذه من ناحية. أيضا نص في مادة أخرى أن الناس متساوون لا فرق بينهم في جنس ولا دين ولا لغة، ألغى كافة الفروقات. هذه أنا أعتبرها هي فزعة قانونية لقطر وفزعة هالقطر اللي إحنا معروفين فيها، وبالإضافة حق الفزعات الثانية اللي تقوم فيها قطر على مستوى يعني الدول. إحنا من فترة بسيطة نسمع إنجازات الدولة وفزعتها في الاتفاقيات اللي تسويها للإصلاح بين الأطراف المتنازعة على مستوى العالم. بالضبط. ومن فترة بسيطة كان عندنا اتفاقية الدوحة بخصوص الأطراف المتنازعة في ليبيا، واليوم سمعت خبر هي نجاح دولة قطر في الوساطة في الإفراج عن الجنود اللبنانيين في لبنان. صحيح. هذه كلها فزعات، هذه كلها فزعات قطرية احنا نسميها فزعات هالقطر، ودائما فزعة قطر تحصلينها في الشيء الإيجابي. سبحان الله ما تحصلين فزعة يعني شيء مو بإيجابي، إحنا ما نسميها فزعة. صحيح. كلش ما نسميها فزعة. هاي تخريب. دائما الفزعة تكون في الحق. طبعًا. الفزعة طبعًا. في العدالة. الفزعة طبعًا. في الشيء الإيجابي. هذه هاي فزعة قطر. وإحنا بعد بمناسبة كلامنا عن الفزعة وعن شعار اليوم الوطني، عندنا هذا التقرير اللي يعني يعطي تفاصيل أكثر عن هذا الشعار، خلونا نشوفه مع بعض، تفضلوا. عبر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لما تولى مقاليد الحكم في البلاد يوم 25 من شهر يونيو عام 2013 عن قيم أصيلة أرست الملامح الأولى لنهج دولتنا السياسي عبر السنين. ستبقى قطر كعبة المظيوم، عبارة قالها مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني ورددها سمو الوالد، وسوف تبقى على هذا العهد في نصرة المظلومين. إذن بدأ عهده بالتأكيد على أن قطر ستبقى وفية لمبادئها، مشددا بذلك على نهج سياسي بات يميز قطر منذ ما يزيد عن قرن من الزمن، والذي عبر عنه شعرا المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه لما قال: حنا حرارا في ليالي السيالي، هداتنا يفرح بها كل مغبون، ما ساقت الخاوة هندور الحلالي، لا نرتضي بالذل في مسكن الهون. والتاريخ ينضح بأمثلة كثيرة تؤكد نصرة قطر للمظلومين أينما كانوا، وكلنا يتذكر موقف قطر المشرف إثر العدوان الذي تعرضت له الكويت يوم 2 أغسطس 1990، فبادرت منذ الساعات الأولى للغزو بوضع إمكاناتها كافة تحت تصرف الكويت، فضلاً عن المشاركة بقواتها المسلحة في الجهد العسكري الذي قاد إلى تحرير الكويت ولله الحمد، بخاصة في معركة الخفجي الشهيرة. في لبنان كانت بعثة الإغاثة القطرية أول فريق إغاثي يدخل إلى مدينة صور بكامل أفراده ومعداته لتقديم المساعدة للمنكوبين من أبناء الجنوب،
وذلك يوم 31 من يوليو عام 2006 إثر العدوان الإسرائيلي على لبنان. أما فلسطين فحدث ولا حرج عن دعم غير منقطع للشعب الفلسطيني نتيجة التزام أخلاقي لا شك فيه، ومن ينسى عقد قمة غزة الطارئة بمن حضر يوم 16 من شهر يناير عام 2009 إثر الحرب الإسرائيلية على القطاع، فضلاً عن اختراق الحصار الجائر المفروض على غزة من قبل صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني حفظه الله يوم 23 من أكتوبر عام 2012، وهي الأولى لزعيم عربي منذ احتلالها سنة 67. وفي ليبيا كانت الفزعة عسكرية عام 2012 من خلال الدور الذي قامت به قوة الواجب القطرية لنصرة الشعب الليبي الشقيق، عندما شاركت ضمن قوات حلف الناتو في تطبيق القرار الدولي الخاص بحماية المدنيين في ليبيا والمساهمة في حظر الطيران فوقها آنذاك، فضلاً عن المشاركة في عمليات الإخلاء الطبي الجوي ونقل الجرحى والمصابين الذين كانوا محاصرين في مناطق معزولة وخطرة للغاية. وفي سوريا كانت الدوحة أول من بادر إلى نصرة إخواننا السوريين في محنتهم، بالإضافة إلى مساعدات زادت على 1.5 مليار دولار أمريكي تنوعت بين مشروعات تعليمية وصحية وغذائية في كل من الداخل السوري والأردن ولبنان وتركيا. مقطع القول: إن قطر تحرص دائماً على تقديم صورة مشرفة تليق بتاريخ الدولة، والذي لطالما حفل بمواقف تهده في نهاية المطاف إلى دعم كل مظلوم وإغاثة كل ملهوف ومساعدة كل محتاج. ما أجمل هذا الشعار الحقيقة، يعني وهذا وقته، وقت فعلاً يعني بصراحة الواحد ما يبي يتكلم عن الظلم وكذا، بس الظلم زاد وصار لازم فعلاً يعني التكاتف والنهوض لرفع الظلم عن المظلومين لازم يكون الظاهر. ففعلاً يعني انتقاء دقيق لهذا الشعار في وقت يعني مناسب. احنا خلونا نتكلم بما أنه خلق أصيل لهالقطر، أن هذه الفزعة كانت موجودة الأول، يعني فزعة هالقطر مو بس حتى في هداتنا يفرح بها كل مغبون، يعني مو بس للمغبون يعني اللي هو المظلوم، لكن أيضا كانت الهدات والفزعة أيضا كانت في الأشياء الجميلة. صح. مثلا يعني وجيدة تذكرين لنا شيء من الأشياء القديمة؟ طبعا من الأشياء القديمة كان الكل يتساعد إذا حد بيتزوج أو عرس عندهم أو شيء، تشوفين الحريم كلهم يساعدون أم العروس أو أم المعرس، تشوفينهم حتى في بيوتهم يجهزون ويوزعون ويلتمون، فكل يساعد الثاني. وحتى يعني كانت تقدم عينيات مثلا للمعرس كنوع من المساعدة. وانت تتكلمين الحين يعني فرحت ان انا يعني عارفة ان هذا خلق اصيل وموجود وهالكلام يسعدني، لكن ايضا يعني شوي حزنت ان فقدنا شوي بعض الاشياء هالايام، يعني يمكن هذا التكاتف والترابط اللي كأن الفريج الواحد أسرة واحدة، كأن بيت واحد، ياريت نحاول نسترجعه يعني في أيامنا هذه. إيش تتذكرين نجلة من هذه الهدات اللي هي في الخير وهذه الفزعة اللي في الخير؟ إيش تتذكرين منها أيام الأول؟ خلينا نسترجع هالجمال. والله يعني أنا اللي أنا أتذكرها أو اللي سمعناها من أجدادنا اللي هي يعني كانت تذكرين سمعتي من أجدادك اللي سمعتها من أجدادنا إنه على الأقل يعني كانوا في سنة الطبعة، وكان في نواخذ من نواخذ من هالقطر لما سمع كانوا طبعا هم لما طبعت المراكب كانوا يتنادون مع بعض عشان الكل يفزع حق الثاني، وهو هذه النواخذة كان اعتقد شيء من الكعبي من عالق طريفة يعني هو اللي فزع، وحتى كانوا يحذرونه على أساس إنه هو ما يروح ما ينزل، لأن كانت يعني كانوا يعني أنا قريت القصة أيوة هذه صح، فهو برغم تحذيراتهم إلا إنه هو راح. يعني أنت قاعدة تخيلين طبعا
حجم إمكانياتهم، حجم قدرتهم أنهم ينقذون الأرواح ذيك الساعة، يعني ما كان في ذاك التطور ولا التكنولوجيا أنهم يساعدون، بس بعد هبوا وفزعوا. هاي كلها من الفزعات الحلوة اللي كانت تتنم عن تكاتف وتلاحم، يعني المجتمع الإكسطري. لازم إحنا نكمل فيها لأن يبدو أنها هي كثيرة، وما شاء الله الذاكرة أيضاً ممتلئة بكثير من هذه المواقف اللي هي أيضاً فزعات في الخير وفي التكاتف وفي الترحم. بنرجع لهذه النقطة نتكلم فيها بعد الفاصل. يا هلا ومرحبا فيكم، رجعنا لكم من جديد بعد الفاصل، وما زلنا مستمرين في حلقتنا الخاصة لليوم الوطني، وكنا نتكلم عن الخلق الجميل وهو خلق الفزعة عند أهل قطر، وراح نكمل كلامنا في هذا الموضوع. ونرجع لك أختي أمينة، وأيضا أنت كان عندك تعليق عن الفزعة أيام الأول. نعم، أنا أتذكر فزعة أهل قطر الأول، وهذه عشتها، مو باللي يعني أجدادنا قالوا لنا، لا أنا عشته وعصرته. كان الأول ما كان في فزعة الفزعة والدوريات والأمور الأمنية هذه، كان الفريج هو يحمي نفسه، فأي سيارة تدخل غريبة أو شخص غريب الفريج كله يفزع، يوقفونه، أنت تعال اشتبي من بغيت، كان مضيع دله، وكان غريب بشر طرده وتعاونوا عليه. وهذه أنا شفتها بعيني، يعني صارت دخل علينا واحد غريب في الفريج وفزعوا له للفريج كلهم، واللي نزل بمشعاب واللي نزل بعصا انتش بغيت، ودروا انه بغى شر وفعلا انطرد. هذه انا اذكرها وعصرتها. تعليقا على كلام الاخت بعد، هي اللي في فزعه الخير والاعراس، قبل كان اللي بيته ضيج وما عنده مكان انه يعرس فيه ولا يسوي عزيمه ولا شيء، على طول بيت الجار مفتوح، ودائما فزعه الخير هذه هالقطر تحصينها اكثر شيء بين الجيران، دائما بين الجيران تحصلين هذه الفزعة متواجدة، لأن الأهل أحيانا تحصلين في فريج ثاني ولا أنه مسافر، جارك هو اللي يفزع لك. أساسا إحنا لو نظرنا لكل يعني الأخلاق اللي يتمتع بها أهل قطر واللي أسسوا عليها حياتهم، يعني هي ترى أخلاق مستمدة من تعاليم الدين الإسلامي، وهي ليست عادات الحقيقة، هي فعلا عبادات. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، يعني هي فعلا يعني نصر الأخ، نصر القريب، حتى أصلا نصرة الغريب. يعني صحيح. أيضا لابد من أن إحنا يعني شيء خلق ديني وليست عادة، يعني وهي خلق مثل بقية الأخلاق كلها مستمدة من تعاليم الدين الإسلامي، الحمد لله رب العالمين. طبعا إحنا الحين بعد ما تكلمنا عن الشعار الجميل ومدى مناسبته مع هذه الأوضاع اللي احنا فيها، مهم جدا ان احنا نتكلم عن جانب مهم وهو جانب الوطنية والتربية الوطنية. الحين احنا شنو تقييمنا نجلاء لوضع التربية الوطنية في المدارس في الوقت الحالي؟ شلون تقيمين هذه النقطة؟ والله بالنسبة حق إحنا عندنا مثلاً الدراسات الاجتماعية في جزء منها اللي هو المواطنة، وهذا يعني لنا إحنا يعني يمكن نفخر فيها كمصادر أعدت من قبل سواعد قطرية، خبرات قطرية ومرتبطة ومستمدة. يعني عفواً الآن المقررات اللي تغذي هذا الجانب صارت في المدارس، المقررات التي تغذي هذا الجانب شو اسمها؟ الاجتماعيات. الدراسات الاجتماعية تتكون من طبعاً اللي هو التاريخ والجغرافيا والمواطنة.
والمواطنة. وفي المواطنة طبعاً هني إحنا نبني اللي هي قيم قيم التربية ونركز فيها على سمات المواطن طبعاً، وهي تدرج من الابتدائي للمرحلة الثانوية. مثل ما قلت لك يعني إحنا يعني دائماً نفخر بمصادرنا اللي أعدت بأيادي قطرية وخبرات قطرية، لأنها طبعاً هي الخبيرة بالمجتمع القطري بعاداته بتقاليده بهويته. يعني يعني مناهج غنية، وكذلك طبعا خطط المدارس، خطط المدارس طبعا مستمدة من رؤية قطر 2030، واللي هي في النهاية ترتكز على تنمية الموارد البشرية وتنمية المواطن القطري. فطبعا احنا دائما خططنا مرتكزة على هالركائز، ودائما خططنا يعني تولي غرس الهوية. هذه من ضمن الخطط أو أولويات المدارس سنوياً، أنها تغرس الهوية بغض النظر. يعني ما نتكلم إحنا عن احتفال باليوم الوطني فقط، إحنا نتكلم عن ممارسات يعني مستمرة طوال العام الدراسي. نجلاء، لو تجاوزنا جانب التنظير، يعني أنتم عندكم المواطنة هذا مقرر، لو تجاوزنا جانب التنظير وجينا للإجراء الفعلي والعملي، هل هناك إجراءات فعلية عملية تغذي التربية الوطنية في المدارس؟ طبعاً إحنا يعني غير المناهج المدرسية في عندنا اللي هو برنامج القيم. برنامج القيم هذا يعتمد على أن كل مدرسة طبعاً تختار مجموعة من القيم ويكون لها خطة على مدار العام، تطبق طبعاً من خلال الحصص المدرسية، من خلال أنشطة في الاستراحات، في الطابور الصباحي. وقيمنا دائماً يعني تركز على إعداد مواطن، المسؤولية، المساواة، المصداقية، العدالة. يعني هذا الشهر بالذات احنا طبعا وايد المدارس احنا فرحنا بحداتنا يفرح بها كل مغبون، لان فعلا احنا يعني خذنا هالشعار وفعلا حولنا احتفالاتنا هذه السنة انها هي تكون فعلا فزعة للمغبونين سواء كانوا في داخل قطر أو خارجها، بالتعاون طبعا مع الجمعيات الخيرية. بيكون في أنشطة كثيرة تدعم هذا المجال. يعني نبتعد شوية عن قصة إنه احتفال وأغاني ولبس ويعني انتهى. احنا نبي قيمة أو تأملنا في الشعار نفسه عشان نطلع بقيمة فعلا تغرس في بناتنا وطلابنا. يعني حتى البحر له صوت عجيب وجميل، وإحنا قاعدين نتكلم عن إنشاء المواطن الصالح وإعداد المواطن الصالح. أمينة، أبي أسألك، تعتقدين من هو المسؤول الأول عن إعداد المواطن الصالح؟ البيت. أنا من وجهة نظري البيت. المواطن الصالح والتربية الصالحة تنبع أساساً من البيت. المدرسة دورها مساند. من وجهة نظري ومن خبرتي أنا كبيت، يعني أنا أعزز في عيالي قيمة المواطنة، وكمحامية قيمة المواطنة عندي في احترام القوانين اللي تنزلها الدولة وتشريعات الدولة. هذه أنا بالنسبة لي يعني أعلى معايير المواطنة، أنك أنت على الأقل أنك أنت تحترم يعني التشريعات اللي تشرعها الدولة، لأن هاي التشريعات ما شرعتها الدولة إلا لمصلحة المواطن. وإحنا قلنا من قبل أن قطر فزعت حق المواطن بمجموعة من التشريعات التي تحفظ له حقوقه وحريته وكرامته. فأنا يعني أقل شيء أسويه للدولة ورد الجميل مثل ما يقولون إن أنا أحترم قوانين البلد، خصوصاً إن هي تصب في مصلحتي. أنا انزعج جداً لما أشوف تجاوزات، حتى تكون تجاوزات بسيطة أحياناً لكنها تزعج. تجاوزات إحنا يومياً نشوفها في الشوارع، في المرور، في حزام الأمان، تجاوز من اليمين، هذه كلها أشياء تزعجني لأن ما فيها أي أدنى احترام للقوانين. يعني حتى عفوا أقطع كلامك أو أعلق على كلامك، إن أنا لما ما أحترم إشارة مرور إذن أنا مو مواطن صالح. أكيد يعني أكيد يعني أقل شيء، هاي فعلا بالنسبة لي أنا أعلى معايير قيم المواطنة أنك تحترم القوانين اللي تحطها الدولة. يعني هنا بأسأل نجلاء، هل هذه التفاصيل لما سألتك من شوي
كيف تجاوزون التنظير إلى الإجراء؟ هل هاي التفاصيل اللي تكلم فيها نجلاء مثلاً يعني يدرب عليها الطالب يناقش فيها؟ لأن هاي الطالب باكر بيكبر بيصير شاب، صحيح، بيطلع في الشارع بيسوق، يعني مثل ما هي يعني طرحت فكرة جيدة، يعني هي طبعا هي نموذج اللي قالته نموذج وقيسي عليه. في عندنا طبعا هذا العام، هو طبعا من سنتين بدأ البرنامج اللي هو السلامة المرورية في المدارس، كان بمناهج تجريبية، وهذا العام تم تعميمه على كل المدارس من مرحلة الروضة، تتناول قوانين السلامة المرورية يعني بأبسط أنواعها إلى المرحلة الثانوية. هذه اللي لازم نتكلم فيها مع الطالب، ومثل ما قلت لك لازم من البيت، يعني شو تسوي المدرسة إذا هي تعزز وتتكلم وتسوي؟ وأنا من تجربتي والمدارس مو بمقصرة مع عيالي أبداً، لكن إذا البيت ما يساعد والبيت ما يعزز هالقيمة، صحيح، اللي المدرسة قاعدة يعني تربي عليها العيال، ما في فايدة. يعني شو الفايدة المدرسة تعلم ربط حزام الأمان ويجي الأب ما يلتزم ما يربط حزام الأمان؟ بالضبط، يكون هو هدم القيمة اللي المدرسة قاعدة فترة وسنين وتعلم فيها. صحيح، فإحنا نطلب بس من البيت، لازم البيت، أنا أحط المسؤولية الأول والأخير على البيت، 90% من التربية على البيت. صحيح إن الأولاد يقضون وقت طويل في المدرسة، لكن دور البيت دور وايد قوي، وايد قوي، يعني أقوى من دور المدرسة أنا في يعني في نظري. يمكن هو فعلا أقوى منها، وبعدين يأتي إلى مرحلة يتعاضد معها مع دور المدرسة. فعلاً فعلاً. عندنا وجد نموذج لمواطن وهب نفسه، وهب وقته للعمل في هذا الوطن دون مقابل عن طريق العمل التطوعي. ويعني كثير من شباب وبنات قطر لاحظوا في الفترات الأخيرة يعني اتجهوا اتجاه العمل التطوعي. نبيك تكلمينا عن هذا الجانب وجيدة، من جانب الحس الوطني، شو اللي يحرككم يا وجيدة أنتوا تجاه هذا العمل؟ طبعا بالنسبة للجانب العمل التطوعي، لأن احنا مثل ما قلنا أصلا إن أهل قطر أهل خير، فتلاحظين ان الخير، احنا دائما نقول الخير موجود في كل واحد، بس شلون يستثمر هذا الخير وينبيه. فمثل ما قالت اختي، في كثير من الاسر تشجع ابنائها على انهم يستخرجون هاي الخير اللي موجود فيهم وينثرونه حق الاخرين، ينشرونه. فالحمد لله رب العالمين. طبعا يعني عفوا وجدة، انت في بيتكم من اللي يعني زرع فيك هذه البذره، بذرة العطاء للوطن صراحة بدون مقابل؟ أمي الله يحفظها، يعني كنت أشوفها هي مبادرة مع جاراتها، مع أي حد مثلا فقير مسكين في أي مكان في أي شيء، كنت أشوفها وايد مبادرة، وأنا يعني اكتسبت هذا الطبع يعني وحبيته منها هي. الحمد لله رب العالمين، أمي أبوي إخواني كلهم يشدون على يدي، يعني كلهم متطوعين، بس كل واحد حسب إمكانياته وحسب قدراته. وأنا دائماً أقول الإنسان المتطوع ترى يحب يتطوع ويساهم، بس بالشيء اللي هو يقدر يسويه. مو يعني حلو إن الإنسان ما تلزمينه إنه يتطوع في شيء يمكن هو ما يقدر يسويه أو ما يرتاح له، بس اتركي له الحرية وتشوفي العنان وين بيخليه يروح. هو الأهم طبعاً والأجمل هي القيمة يا وجيدة، القيمة طبعاً اللي أنت قاعدة تزرعينها في نفوس المؤسسات وفي نفوس الناس اللي قاعد تساعدينها، في نفوس حتى في هاي الـ يعني زميلاتك وزملائك المتطوعين مثلك، أيضاً هم يقتدون فيك ونشر هذا الفكر في حد ذاته مواطنة صالحة. إحنا قلنا من شوي، طرحنا سؤال، من هو اللي يربي المواطن الصالح؟ أنا أعتقد بأن كل فرد يربي مواطن صالح، وعندنا نموذج من النماذج اللي فعلا تربي مواطن صالح عن طريق القدوة. هذا النموذج هو سعادة سفير دولة قطر في تايلاند جبر الدوسري، يقدم نموذجا رائعا للمواطنة الصالحة وللقدوة الجميلة. خلونا نشوفها في هذا التقرير. شعار اليوم الوطني لهذا العام شط بيت من إحدى قصائد المؤسس
الشيخ جاسم رحمه الله لتجديد الاستمرار على نهج الولاء المعروف من أهل قطر في الذود عن كل ما يهدد أمن وسلامة الوطن، ومد يد العون للأشقاء والأصدقاء وتعزيز العلاقات مع كافة الدول. ولعل الشواهد من تاريخ قطر الداعمة لهذا الإلهام في نصرة كل مغبون في وقت الحرب والسلم ماثلة للعيان. للعلا يا موطني أرض العدالة والفخر بالأمل مجدك نما باسم الفضيلة يا نحاول أن نجعل سفارة دولة قطر بيتاً قطرياً للمواطنين في بنكوك. عاداتنا وتقاليدنا محفورة في أذهاننا مهما انتقلنا أو تقدمنا في العمر. والمواطن دائماً ما يبحث عن بيته في كل مكان يتنقل إليه. أمضي تمضي بلادي درب الحقيقة والجمال علمي وفضل اجتهادي نرقى في نور الله للكمال. انت معنى حياتي وانت أماني والوجود وانت فخري بذاتي مجد تعلى آل الخلود. الله يعطي العافية سعادة السفير ويعطي العافية كل شخص أيضا يحاول أنه يحول مواطنته إلى إجراء فعلي. إيش رأيك وجيدة في اللي شفتي؟ صراحة شيء مشرف طبعاً، لأن في الأول وفي الأخير اللي يحب يسوي الخير راح يسويه في أي مكان كان، وهو بتصرفه هذا فعلاً يأكد على أن الخير والفزعة في أهل قطر موجودة في كل مكان في كل زمان إن شاء الله. صحيح. إيش رأيك أمينة في يعني في سلوك سعادة السفير في تحقيق التكاتف والتلاحم مع المواطنين في الخارج؟ والله كلنا فخر اللي يعني يقوم فيه سعادة السفير، وما هي غريبة أبدا على هالقطر، هذا لهم هالقطر، هذا له هاي فزعة هالقطر. صحيح. نجلة عندك تعليق على التقرير؟ طبعا كثير من السفراء تكبدوا، واللي هو يعني يكفي غربتهم عن بلدهم. صح. فوق الغربة هذه هم قاعدين يؤدون خدمات يمكن هي مش من ضمن مهامهم، لكن مثل ما قالت أختي أمينة يعني إن هي هذه لها القطر وهذه عوايدهم. نعم يعني. وهنا كيف تحويل المواطنة من مجرد تنظير وكلام إلى سلوك فعلي في تحقيق فعلا التكاتف والتراحم وإنهاء حالة الغربة اللي يعيشها المواطن القطري في الخارج. راح نرجع لكلامنا عن المواطنة والنجمات اللي بنتكلم عنهم بعد قليل بعد هذا الفاصل. اسمك يا ضربي
يا هلا ومرحبا فيكم، رجعنا لكم من جديد بعد الفاصل وما زلنا مستمرين معاكم في هذه الحلقة الخاصة باليوم الوطني، وراح نتكلم عن النجوم المشرقة في سماء قطر مع ضيفاتنا المشرقات. طبعا الاسم جميل، وقطر امتلأت بالنجمات وأيضا بالنجوم. أمينة، أنت نجمة في مجال نجمة من نجمات قطر في مجال المحاماة. أتمنى. نعم أنت نجمة. أتمنى. وأنت تحققين إضافة. مجال مثل هذا مش مجال سهل. يعني نجوميتك من وين تأتي؟ تأتي من دخولك إلى مجال مش سهل، مجال المحاماة. ليش اخترتي هذا المجال وكيف توظفينه في خدمة قطر؟ مهنة المحاماة هي مهنة حرة، هي أساساً مهنة حرة تهدف إلى تحقيق العدالة مع القضاء. يمكن من هالهدف أنا حطيت عيني عليها، لأن هي المهنة الوحيدة، أو بمعنى آخر هي الوظيفة الوحيدة اللي ما حد لا سلطان عليك أثناء ممارستها إلا ضميرك من داخل. ما حد يقدر يقول لا تسوي كذا أو سوي كذا، هذه نابع من ضميرك أنت، من أخلاقياتك أنت. عشان كذي هذه المهنة جدا خطيرة وجدا صعبة، لابد أي واحد أنه يمتهنها يكون قدها، يكون يتحلى بمجموعة من القيم اللي هي ما تخرج عن قيم المواطنة، يكون يعني ذو أخلاق، ذو يعني عنده أسلحة من الأخلاق الإسلامية أساسا، ومن الأخلاق الاجتماعية اللي احنا اكتسبناها من المواطنة من قطر. هي مهنة صعبة، قدر الله لي إن أنا أدخلها من واقع هالأمور ذي كلها. أتمنى أني أكون مثل ما قلتي نجمة في سماء المهنة، أحاول أحافظ عليها. أنت يعني ما تشعرين أحياناً أن تقولين يعني هذه مثلاً صعب المرأة يعني تدخل هذا المجال؟ ما تستصعبين أحياناً تقولين مثلاً يا ريتني مثلاً دخلت مجال آخر، ولا لا أنت يعني تشعرين أن أنت قاعدة تحققين إنجاز وتحققين إضافة؟ أنا أعتقد أن المرأة أقوى مخلوقات الله على الأرض، متى ما بغت تدخل مجال وتبدأ فيه بتبدأ فيه، ما في شيء صعب عليها. طيب عاطفتك يا أمينة، يعني أحياناً العاطفة عند المرأة معروفة أن المرأة عاطفية. اللي حركني في مهنة العاطفة، لو لم أستفز في قضية معينة، ولو لم الفزعة تطلع فيني في قضية معينة، أنا لا يمكن أترافع فيها وأدافع فيها أو أمسكها. العاطفة هي اللي تحركني. لكن هل هذه العاطفة يعني ما شوي تأثر على إنصافك وعدالتك والحيادية في نظرك للقضايا؟ الحيادية غير مطلوبة في النظر للقضية. أنا كمحامية لابد أني أتعاطف مع موكلي، ولابد أني أنا أوظف هالعاطفة بشكل صحيح، أن أنا أظهر الحق بشكل صحيح، ولازم أتعاطف معه. العاطفة هي اللي تحركني. طيب جميل جدا، وهي يعني إضافة، ترى إضافة لنا إحنا يعني ما يقال نعرف إن المحاماة، ما يقال عن المحاماة أنها هي مهنة الرجال ومهنة ما يدخلها للنساء، لأن النساء يتحكمن فيها العواطف. أتحدى أي محامي يقول أنا ما تحركني عواطفي وأنا أنظر في قضية أو أترافع عن موكل أو أفزع لمغبون. أنا أتحدى أي واحد يقول إن أنا يعني ما تحركني الفزع. يعني انت فعلا ماشيه مع شعار اليوم الوطن، تفزعين يعني تماما تماما تماما. بس طبعا لازم تكونين يعني واثقه انه هو مغبون. اكيد. هل هو فعلا مغبون؟ هل هو فعلا صاحب حق في الموضوع ولا هو ايش بالضبط؟ هاي راجعه لسلوكيات المحامين واخلاق كل واحد. يعني بيلك حلقه خاصه، لازم حلقه خاصه نتكلم في هاي الموضوع. اتشرف حبيبتي. نجلاء، طبعا التربويين والتربية هذه يعني ما حد يقدر يقول يعني ما حد يقدر يقول كيف خدموا هذه الأرض وهذا الوطن. إحنا يعني تعلمنا على إيد معلمات صراحة، لولا حبهم الشديد لمهنتهم، لمهنة التعليم، ولولا حبهم الشديد لأنهم ينشؤون جيل صالح، ويمكن هم الحين عبر الشاشات يشوفونا ويعرفون ان هذه والله كانت طالبتي وهذه كانت طالبتي. فعلا يستحقون كل الاحترام والتقدير. الان انت نجمه ايضا من نجمات التربيه، ونجمات التربيه كثير ما شاء الله في قطر. تذكرين من الاسماء يعني التربويه اسم
تأثر فيك وتشوفين أن هذه الاسم صاحب إنجاز يستحق أن احنا نذكره الآن؟ يعني إذا احنا بنتكلم مثلاً عن الشخصيات التربوية مرة وعلي في أنا كطالبة طبعاً يعني أنا أفخر أن احنا يعني أنا يمكن درست عند يعني الرعيل الأول مثل ما يقولون من سواء مديرات أو مدرسات. يمكن يعني أنا تحضرني أسماء ويعذروني اللي يعني يمكن أسماءهم ما راح تمر أو لأنهم وايد طبعاً يعني مثل عندك يعني الأستاذة فاطمة النعمة في الإيمان كانت طبعاً مديرتنا، أستاذة حصل أصمخ كانت الوكيلة في نفس المدرسة. قيادات يعني إيش أكثر الأشياء اللي أثرت فيك عشان أنتي الحين بعد هذه السنوات وبعد هاي العمر تذكرين هذه الشخصيات؟ يعني لأن يعني يمكن المرحلة الثانوية يعني هي اللي تحدد مسار الطالب. يعني من المواقف اللي أنا أذكرها حق يعني حق هالإنسان إن هي كانت فعلا يعني في شهادة ثانوية كانت يعني تخصنا واحدة واحدة. أنا طبعا كان تخصصي علمي في مكتبها تستدعينا وتأكد علينا يعني من حرصها أن ما في ولا طالبة بتطلع وما راح تجي يعني ممكن تجيب نسبة متدنية عندها. يعني بس يعني مجرد تشجيعها تحفيزها حق الطالبات هذه أثر. غير طبعا أن يعني أنت في مدرسة فيها قانون، لما تحسين أن أنت في عدالة في متابعة في حرص من هالإدارة على كل طالبة عندها، تعرف أنت اليوم فيت شاي ويهت يعني عندها 500 طالبة. وتتذكرين نجلاء بعد إحنا الأول ما كانت مجرد معارف ناخذها أو يعني ما كانت المدرسة تدخل وتعطيك المنهج تطلع، مستحيل أبداً. مستحيل كنت تطلعين بدون كل محصة كانت لازم تنضاف لك قيمة وإيش ومن كل مدرسة يعني لو عندك 6 حصص كانت تربية وتعليم. أيوة بالضبط، تربية وتربية صحيح. يعني لو عندك 6 حصص ما أعتقد أن كانت في مدرسة تطلع بدون ما تعطي طالباتها قيم. فعلا كنت تحسين أنهم يطمحون إلى يعني إنشاء أو إلى إعداد مواطنين صالحين، وفي هاي المناسبة وفي هاي الوقت وعبر شاشة الريان وعبر برنامج الدانة والله نوجه لهم كل الشكر كل التقدير أن هم فعلا أثروا فينا وفعلا كان لهم فضل كبير أن إحنا نكون بهذا الشكل بسببهم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. وأخص فيهم مدرسات الطفولة اللي الابتدائية، هذا اللي كان لهم يعني أكبر الأثر في مرحلة إحنا صراحة الطفولة هي يعني هو فعلا كان جيل من التربويات يعني يستحق التكريم بالفعل. صحيح. وجيدة أيضا يعني أيضا أنت نجمة من نجوم التطوع وإحنا يعني نحب أنك تقولين لنا عن النجوم الأخرى في هذا المجال، زميلاتك وزملائك في هذا المجال، كلمينا عنهم عن إنجازاتهم عن دورهم. طبعا أنا وايد سعيدة جدا إن في مبادرات ثانية تعرفت عليها وتعرفت على الكم الهائل اللي يعني اللي هم قاعدين يسوونه في مبادراتهم، وأشد على إيدهم وأشجعهم لأن صراحة اكتشفت إن في يعني صحيح أنا مبادرتي مختصة في مجال الطفل، شلون نأهل الطفل إنه يكون متطوع كبير ويكون قيادي في مجال التطوع. ويمكن هو يعني لأن ما في يعني ناس كثير اهتمت في مجال الطفل غير طبعاً في المدارس طبعاً، وإحنا نقدم لهم بعد الشكر لأن حتى مشروعنا ومبادرتنا أيضاً موجودة في المدارس. بس استانست كثير إن شفت فتيات قطريات عندهم مبادرات حتى خارج الدوحة في الدول الفقيرة، الدول الآسيوية، الدول العربية، بمجهودات سواء كانت شخصية منهم يعني مجموعة بنات هم يجتهدون وهم يسوون وهم يروحون لبلاد هذه ويسافرون. والله كنت يعني وأنا معاهم وايد أستانس. بنات صغار في الثانوية يفكرون في تدريس الطلبة السوريين، ما شاء الله. والله جدا سعيدة يعني إن فعلا إن في مبادرات شبابية وفعالة، يعني مش بس مبادرة لمجرد الصيت والسمعة. لا لا لا, لا, لا فعلا إحنا قاعدين نطبق اللي هو الاهتمام بالإنسان اللي هو أساس لكل الحضارات.
ليلتنا هذه ليلة في بر الوطن، في حب الوطن. طبعا انتم تعرفون ان كلمة بر احنا دائما نستخدمها في يعني في الجوانب الدينية، لكن الحقيقة ان احنا لابد نكون بارين بوطننا حتى يبر بنا هذا الوطن. تعتقدون كيف نبدأ ببر الوطن؟ يعني كيف أنا أكون بارة بوطني مثل ما أنا أكون بارة بأمي، مثل ما أنا أكون بارة بأبوي؟ تعتقدين وجيدة شلون؟ أعتقد أول شيء أن نقدم الغالي والنفيس لهذا الوطن لأنه يستحق، وما نبخل عليه في أي حاجة. ثاني شيء أن نمثل دائما دولة قطر بأحسن صورة. أشكرك يا وجيدة. أمينة أيضا أنت، يعني أنا لو قلت لك بر الوطن، يعني إيش المفهوم اللي ممكن الآن يرد في ذهنك؟ العطاء والأخذ، أو هل يتساوى الأخذ والعطاء ولا شو؟ والله أنت يعني لما تقولين بر الوطن، يعني هي جاية فعلا من قيمة دينية، من بر الوالدين. يعني جميل أن أنت فكرتي أن إحنا نستثمر عطائنا وطريقتنا في بر والدينا من خلال الخطاب الديني، الخطاب القرآني، إن الله سبحانه وتعالى يعني قال لنا إن إحنا يعني نحترمهم في لفظنا ونحترمهم أيضا في سلوكنا. جميل إن إحنا نقتبس بعض المعاني في التعامل أيضا مع وطننا. فمثلا ما نتأفف من قانون ما، وما نبغض اي ما نبغى اقل شيء. حتى لو ما تكلمنا عن التضحيات العاليه، ممكن يقول لك حد انا ما اقدر اقدم التضحيات العاليه، ما اقدر اسوي وما اقدر اسوي، لكن اعتقد انك تقدر تلتزم بقوانين البلد. سمو الامير في احد خطاباته نجلاء اكد على نقطه ان من حق المواطن انه هو يستفيد من خيرات وطنه، ولكن لابد ان يسال نفسه هو ايضا ماذا قدم لهذا الوطن؟ ايش تقرين في هذا الخطاب؟ كل مواطن عليه انه هو يتفانى، يخلص في عمله، يخلص نيته، يعني هذا العمل لاجل هذا الوطن، لبر هذا الوطن. يعني انا هني كتربويه اضع نصب عيني طبعا اعداد مواطنه. انا اعرف ان اللي في يعني قلوبكم اكثر من اللي عبرتوا عنه الان، ولكن طبعا احنا محدودين بوقت، ومحدودين ايضا يعني بمحاور معينه المفروض ان احنا ننتهي منها. حوارنا انتهى، لكن حوارنا مع الوطن لن ينتهي وراح يستمر. وحبنا للوطن ما هو علاقه يوم واحد تجمعنا فيه، طبعا هذه شيء متاصل في نفوسنا ويعني يكبر معانا يوم بعد يوم. انا سعيده بلقائكم، وسعيدة أن يكون يعني ضيفاتي في هذه الحلقة ضيفات فعلا يحملون هم قطر وهم النهوض بدولة قطر للأمام دائما. أشكرك وجيدة على حضورك. شكرا. وأشكرك نجلاء، شكرا جزيلا. وأشكرك أختي أمينة. شكر موصول لك حبيبتي. أعزائي المشاهدين، كانت ليلة في عشق الوطن، وكانت ليلة في بر الوطن، وما يربطنا بالوطن كبير جدا. نلقاكم على خير بإذن الله الأسبوع المقبل. للعلا يا موطني أرض العدالة والفخر، بالأمل مجدك اسم الفضيله.